قبل ما نتكلموا على الدور ديال المركز هو كاين خصنا نمشي واحد شويه من التجربه، لان كاين هذا اشكال كبير الانفتاح او التعاون ما بين الميدان الصناعي والميدان ميدان البحث العلمي كان من عدم او قليل، وهنا كل واحد كان كيقول اش خاص يدير الاخر، ما كيقولش اش خاصني ندير انا، كيقول اش خاصو يدير الاخر. المهم بالنسبه لمركز البحث هو كيجمع مجموعه ديال المختبرات 15 مختبر تقريبا 200 استاذ باحث، وغادي نقول لك تقريبا واحد 300 طالبه محترين للدكتوره، كاين اللي تخرجوا كاين اللي باقيين. هذا المركز بعدك القضيه الاولى هو قضيه الامكانيات، جمعنا الامكانيات اللي كاينه، ما بقاش داك الشيء كيتفرق بواسطو كيتشتت، جمعناهم. وملي جمعناهم خدينا بهم الات اللي ما نقولش الات كبيره لان امكانيات كبر، وهذا الدور ديال السيناريستي ديال مركز البحث اللي كاين في الرباط. خدينا الات اللي كنحتاجوا لها كل نهار، ومن بين هذه الآلات سهلت عنا المأموريات باش نجلبوا بعض الصناعيين، لأن كاين بعض الخطرات الخبرات كاين محتاجين بعض الخبرات، الخبرة محتاجة الآلات، لأن شحال من خطرة كان ناخذوا خبرة اللي عندنا اختصاصيين ولكن ما عندناش باش نحلوا. من الأول عندنا الآلات دونك زدنا تمكننا باش نجلبوا واحد العدد ديال الصناعيين. هذه القضيه الاولى. القضيه الثانيه هو كاين تحضير ولا كاين دي كونغري، ودرنا لقاءات مع بين الجامعيين بين الاساتذه الباحثين والطلبه ديالهم بيانسي والطلبه الدكتوره ومع بعض الصناعيين. الحمد لله لحد الساعة نقولوا بأنك قطعنا واحد الخطوة كبيرة، ودابا غادي نتمنى على الله إن شاء الله في القريب العاجل غادي يكون غادي يرجع شي بالخير على البلاد. شركات كبيرة كاين أكثرية لوفيس المكتب الوطني المكتب الشريف للفطرات اللي كان ناخدوه اللي كان تشكروا من هاد، لأن أخصص واحد الميزانية كبيرة للبحث العلمي. كنسمعوا والله أعلم بأنه مخصص ما بين 3% من المدخول الخام من الشيفر دافير للبحث في هذا الميدان ديال الفوسفات. ملي كنقول الميدان الفوسفات وما يدور حوله، لأن ما كاينش غير الفوسفات نبطو، كاين الحديد، كاين بزاف الحوايج اللي كيدوروا هنا. كاين مغرب ستيل، كاين لاسوناسيد اللي كان البارح المدير العام كان هنا نيت معنا، كاين كوزيمار، كاين المهم يسمحوا لي الشركات الاخرين اللي ما حطيتهمش كاملين، ولكن العدد كبير. المهم كاين واحد النقطه اللي مهمه اللي سهلت علينا باش نتقربوا من الصناعيين، وهما الاطر اللي كوننا. الأطر اللي كنا مشاو خدموا في الشركات، ومن بعد ولاو من بينهم ولاو كاينين اللي ولاو مسؤولين، إما داروا الإشهار المختبرات ديالنا وبينوا على الدور اللي يقدر يلعبوا المختبرات، أو هما مسؤولين اللي كان عندهم السلطة بين قوسين، عندهم السلطة باش يقربوا المختبرات من وطن.